وما زلنا نفند الشراكة الأكبر بين كل من مصر والإمارات في استثمار أجنبي مباشر يعد الأضخم في التاريخ المصري. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور، يعني أصداء مثل هذه الاتفاقية الأكبر والصفقة الكبرى في تاريخ مصر من النواحي الاقتصادية وتأثيراتها على السوق المصري والاقتصاد المصري. طبعا هي الصفقه انا بعتبرها من الصفقات الكبيره، ويمكن من حسن الطالع ان هي بتاتي ومجلس امناء الحوار الوطني حدد يعني خلال الايام القليله القادمه من يوم الاثنين ليوم الخميس القادم احنا بنتحدث عن الملف والمحور الاقتصادي والتوصيات اللي صدرت عن مجلس امناء الحوار الوطني في خلال الفتره الماضيه، ويمكن يعني عدد كبير من الموضوعات المطروحه يمكن الحمد لله ده يعني واحده من الحلول السريعه اللي هي بقى قدامنا. اما نقول عندنا عجز في النقد الاجنبي، احنا بنقول بنتكلم على 35 مليار دولار خلال فتره شهرين. اما بنتكلم عن استثمارات، بنتكلم عن استثمارات ممكن تمتد ل 150 مليار، بنتكلم عن مشروعات تنمويه، عن مشروعات سياحيه، عن فرص عمل، عن سياحه تستوعب 8 مليون سائح. كل دي انجازات يمكن احنا بنسعد بيها جدا، وبنقول دي دفعه ودفعه قويه جدا للشراكه. وطبعا المشروع هو مشروع شراكه بين الجانب المصري والجانب الاماراتي. احنا كجانب المصري هناخد 35% من الارباح، في فرص عمل للشباب على اعلى مستوى، اهالي المنطقه هيحصل لهم تعويض وبدات الدراسات. ده كل دي انجازات حققت، ودي نقله كبيره جدا. وهو ده بقى يعني الاستثمار الجيد، وهنا دي رساله ان ديت لم ياتي هذا الموضوع الا نتيجه ان مصر دوله مستقره امنيا، مستقره اقتصاديا اجتماعيا، وهي وجهود يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا امير الامارات، كل دي كانت جهود نتجت عن هذا النجاح الساحق والكبير والغير مسبوق، واللي احنا سعدنا بيه جدا، وده هيفتح مجال يعني اماكن اخرى. ويمكن احنا طلعنا قانون في مجلس النواب ان بنسمح للاجانب ان هم يبداوا يعملوا مشروعات ويتملكوا بعض الاراضي للمشروعات الاستثماريه، كان قانون صائب وخان قانونا في محله. نعم دكتور طلعت، يعني لطالما تحدث الحوار الوطني في جلساته السابقه في محوره الاقتصادي على الكثير من النقاط التي تحدث انتعاشه في الاقتصاد القومي أو تجعله يخرج من مأزق وتحدي فرض على دول العالم أجمع. برأيك كيف تلقت هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر مع هذا المحور تحديدا والنقاط التي خرجت بها؟ ده نموذج جيد جدا أن احنا كنا بنقول عايزين مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، استثمارات قائمة على الشراكة، نزيل كل العقبات، ندي مزايا للمستثمرين. كل ديت يعني احنا اتوفرت، وكان ده مطلب للحوار الوطني ان احنا نزيل كل العقبات امام المستثمرين. مصر دوله لها وضع متميز سواء من حيث الموقع، المناخ، التسهيلات، يعني كل هذه الامور، التشريعات الوطنيه اللي بتسهل. بس طبعا كل ده يمكن كان مع الظروف الاقتصاديه اللي العالم كان بيمر بيها ومن قبلها جائحه كورونا، لكن كل ده متعطل، ولكن دي بدايه قويه جدا جدا، ودي هتؤدي يعني ان احنا هتبقى في ثقه في دول العالم، مش الامارات فقط، ولكن هتبقى كل دول العالم هتسعى ان تعمل جهود وهتعمل مبادرات وهتعمل شراكات. احنا عندنا الارض الحمد لله مساحات كبيره تصلح للاستثمار، احنا مكاننا مكان جغرافي، مناخ جيد، عندنا قوه بشريه، كل مقومات نجاح اي استثمار ممكن نجدها في مصر. فاعتقد ان دي هتبقى نقطه قويه جدا، قالوا ان هي بصراحه نقطه مضيئه لنا واحنا داخلين على جلسات الحوار الوطني، يعني هتبقى نقطه مضيئه لنا جدا. وبالمناسبه جلسات الحوار الوطني احنا دلوقتي بنفعل التوصيات اللي صدرت من المرحله الاولى، بنحولها الى تشريعات، الى سياسات، الى قرارات. وعشان كده احنا بندعو ان هيكون معانا ممثلين عن الساده الوزراء، ودي توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء ان الساده الوزراء المعنيين يحضروا معانا الجلسات عشان نفعل ما تم يعني مناقشته من توصيات وتحويلها. برأيك ما هو التأثير المبدئي والسريع على الشارع المصري وفق هذه الصفقة؟ طبعا الشارع المصري طبعا بيجد راحة وبيجد سعادة كبيرة جدا، ان احنا النهاردة كنا عندنا أزمة اسمها أزمة الدولار،
وطبعا دي كانت يعني كانت عامله نوع من انواع يعني نوع من انواع القلق للشعب المصري. لا دلوقتي خلاص ستنتهي ازمه الدولار، الدولار هيتحط في اسعاره و نعم اتفضل يا دكتور. يعني هنبدا النهارده نشجع الـ الـ يعني الـ الـ الواردات اللي احنا محتاجينها، يعني كل ده هيضخ اموال جديده ومشروعات جديده وطبعا فرص عمل جديده للشباب. لا دي عامله رد فعل جاي جدا. نعم، إلى أي مدى يستدعي الوضع الخروج بنهج موازن سواء في عمليات التصنيع والإنتاج المحلي، زيادة التنافسية وأيضا زيادة الصادرات وعدم الاعتماد على الواردات التي يعني تجعل العملة الصعبة أكثر يعني ندرة في السوق وطلبا عليها؟ واحدة من جلسات المهمة جدا في مجلس أمناء حوار وطني خلال الأربع أيام مخصصة لإزالة كل العقبات أمام التصدير، أمام الصناعة، أمام الزراعة، كل دي احنا حاطينها في جلسة مخصصة خلال هذا الأسبوع عشان نزيل كل العقبات، عشان النهاردة مزيد من الصناعة، مزيد من الزراعة، إزالة كل العقبات عشان التصدير. وإحنا طبعاً عندنا كل المقومات إن تنجحنا إن احنا نبقى دولة مصدرة عشان نوفر النقد الأجنبي، وبرضه دعم برضه منظومة زي السياحة. طبعا موضوع السياحه غايه في الاهميه، احنا دوله عندنا كل المقومات اللي تخلينا دوله من السياحه من الدرجه الاولى، عندنا مناخ جيد، عندنا كل المنتجعات، عندنا الاثار، عندنا السياحه الدينيه، السياحه الثقافيه، سياحه المؤتمرات، نعم. السياحه العلاجيه، كل ديت ممكن ان شاء الله. يعني انا بقول لحضرتك النقطه ديت نقطه فارقه، وهذا ما حدث في بالامس لا دي نقطه بتشجع كل المصريين وواجهت ارتياح شديد، وان شاء الله هيبقى مزيد من الاستثمارات ومزيد ان شاء الله من المشروعات التنمويه. والحمد لله طبعا مع التشريعات والقوانين والاراده السياسيه، يعني الاراده السياسيه موجوده وبقوه لدعم الاستثمار ودعم الدوله المصريه ودعم التصدير، وده طبعا كل دي بنشوفه من خلال التشريعات والسياسات اللي الدوله المصريه بتقوم بيها. اشكرك جزيل الشكر الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني.